شوفوا يا جماعة، لازم أحكي لكم، أنا على الويكند نزلت أنا وبناتي وصحباتهم على البحر الميت. المهم وإحنا بهالطريق وقفتنا دورية شرطة، أنا قلت يما خلص أكلت مخالفة ومعاشي رايح على المخالفة. المهم بناتي كيفوا، ماما ماما وقفي بدي أتصور مع عمو الشرطي. طبعا أنا هيك صفنت فيهم، قلت يلا. المهم كيفوا الشرطة على البنات وقاموا نزلوهم من هالسيارة، فرجوهم كيف بيزمروا جهاز اللاسلكي وتصوروا معهم وأعطوهم فوقها باكيت شيبس. المهم فبحكي لي الشرطي، بقول لي والله يا مدام كثير قلال الناس اللي ما بخوفوا اولادهم من الشرطه. فقلت له لا الحمد لله بناتي مبسوطين، بالعكس انتم بتعطونا امن وامان وهالحكي هذا. المهم سعبت حالي وطلعنا. فبنتي بتقول لي بتعرفي ماما انه في وحده من صحباتي امها بتضلها تقولها كل ما تغلبها، بتقولها اذا ما بتدرسي بجيب لك شرطه الاطفال، اذا ما بتنامي بجيب لك شرطه الاطفال، اذا ما بتكملي اكلك بجيب لك شرطه الاطفال. طبعا انا هيك حزنت بيني وبين حالي، ضليتني كل الطريق افكر عم بحكي عن جد زمان كان في كثير ناس يخوفونا من شغلات غريبه عجيبه يا جماعه. يعني انا بتذكر كانت جارتنا الله يذكرها بالخير، كل ما نكون نلعب بالحاره، زي ما قلت لكم انا كنت جولجي الحاره، كنت كل ما نلعب بالحاره وتصير الدنيا مغربيه تيجي تقول يلا 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 روحوا روحوا ام العيد هلا بتيجي بتخطفكم، وانا اموت رعب اروح على البيت احكي بابا بابا ام العيد هلا بتيجي تاخذني، لي شو ام العيد. المهم فعن جد هيك قعدت اتذكر في ناس كانوا يخافوا اولادهم بابو شاكوش، ناس بابو رجل مسلوخه، ناس بغرفه الفيران، كثير كان في اساليب خلينا نحكي للا تخويف. شو يا جماعه انتم كانوا يخافوكم اهاليكم مشان تردوا عليهم، وهل بتتبعوا هاي الاساليب مع اولادكم بالوقت الحالي؟ يلا هلا بلش يوصلوا المسجات. هاديه مانجو عم تحكي زمان كنت اخاف من النمنم وانه حيوان بياكل البني ادمين، الله على ايام زمان، يا ليت هالجيل الايام يخافوا مثلنا. شو النمنم؟ انا هاي ما مرقت علي، بتعرفوا النمنم يا جماعه؟ هذاك نمنم مش نمنم. نهى اسعد عم تحكي الله يسعدك يا رندا، الله على ايام الطفوله، امي كانت تخوفنا من حمار الايله، يا ريت ترجع ايام زمان. بس شو حمار الايله؟ بالله يا نهى تبعتي لي، اسمع ومنكم نستفيد يا جماعه. محمد عيسوي عم بحكي كانوا اهلي يخوفونا من عافيه الله، كانوا يحكوا لنا يا ويلك هلا بتيجي عافيه الله وبتاخذك، والله كنا كثير نخاف، كنا نتخيلها نسر كبير ضخم بيطير وبيخطف الاولاد. يلا صارت معنا غادة على 0788-95-3-95-3. هاي غادة كيفك؟ أهلا أهلا، كيفك أنت؟ مشتقيت لك والله كل يوم اسمعي، أروح من الجيم لازم أروح بسرعة قبل الوحدة. الله الله عليكي يا غادة، أول شيء برافو عليكي أنك بتروحي على الجيم، وعن جد ثانك يو عشان دائما عم بتسمعينا وبتتابعينا، أهلا وسهلا فيكي أكيد. والله بيوم السبت والجمعة ما بكونوش حلوين، أنا ما في رند. خلص يلا هلا بنعملكم جمعة وسبت عشان يقتلوني هلا أبو صلاح ونجوده. لا حرام برضو أولادك حقهم إنك تقعدي معهم. أكيد أكيد 100%، حتى حق الشباب هنا وكل التيم أنهم يرتاحوا، بس أنا مني وعلي بحب أطلع لكم دائما دائما، بس برضو عشان تشتاقوا لي يا غادة. بالضبط. الله يسعدك، قولي لي غادة بشو هيك كانوا أهلك يخوفوكي زمان؟ كان يخوفونا من غرفة الفيران، والله كنا مصدقين. والله انه كنا مصدقين عن جد في غرفة فيها فيران وهيك. طبعا جد هيك بس يقولوا لك هيك تروحي على السريع تقولي لهم خلص خلص توبي ما بعيدها. خلص والله كنا نخاف، امي كانت تحكي لنا اذا بتضلك لبرا السبعة بخليك تنامي بغرفة الفيران. يما والله كنا نرد. يما يما اظني انا لو امي كانت تقول لي اياها كان انا هلا متعقدة وقاعدة بالزاوية عم ببكي، يعني بخاف من الفيران من الله عرفتي. بس بالمقابل هذا الجيل، انا بناتي متذكرة هم صغار نزلت لهم ابلكيشن شرطة الاطفال، بتعرفي شو عملوا؟ نزلوه على الايباد تبعهم عملوها لعبة. تمزحي شفتي؟ ما بتخوفوا هلا جيل اليوم كله صار ينفتح وفاهم. لسه هلا كنت عم بحكي على شرطة الاطفال، الله يسامحك يا غادة. يلا تحياتنا لك ونتمنى لك يوم بياخذ العقل يا غادة، ودائما تابعينا اهلا وسهلا فيكي. وعلى السريع رح ناخذ كمان اتصال من عماد، يسعد مساك عماد. انا كيف حالك؟ انا كثير منيحه، شو اخبارك؟ تمام تمام الحمد لله. يلا احكي لي بشو كانوا يخوفوك؟ انا مش متذكر اني كنت اخاف وهيك. أنا انت كنت تخوف شكلك؟ عندي ابني عنده، كان وهو صغير عنده فوبيا غريبه. من ايش؟ ابني وهو صغير كان عنده فوبيا غريبه. ايش هي؟ كان يخاف من الشجر. اسمع انا كنت اتخيله بيحكي معي بالليل الشجر، فدائما اسكر الابو جور عشان ما اتحركش. يعني اذا كنا اذا نمرق تحت شجره يخاف، يعني حتى مجرد لما نشتري مثلا في سلك تشتري مثلا بقدونس او جرجير شغلات زي هيك كان يخاف منها. طيب ليش كنتوا تخوفوه منها يعني ولا هيك خاف منها فجأة؟ والله ما بعرف ليش.
اسال اسال مرتك اكيد مره قايله له اسمع بحطك تحت الشجره اذا ما بتسمع كلامي. هو كان كثير صغير يعني كان مجرد عمره سنه سنه ونص يعني كان يخاف منهم. يا حبيبي الله يخلي لك يا ربي وان شاء الله ما في شيء بخوفه كل ايامه تكون حلوه. عماد نشكر اتصالك اهلا وسهلا فيك. كهبه عم تحكي انا اكثر حدا واكثر قصص كانت تتاثر فيه ابو شاكوش وبس وفعلا لهلا بس اسمع سيرته بخاف. الله يسامحك يا ام صراحه عم تحكي انا لهلا بخوف ابني بابو رجل مسلوخه المشكله انه بحكي لي جيبيه عادي ما بخاف. والله برافو عليه. نجوم الطهر كل مكان كل مكان معي أنا معي أنا مع رند العلامي بس خلاص.